أوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى والتي تجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي السلام عليكم الشيخ عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وحيا الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا وأن يلهمنا فيه السداد وأن يعيننا على ما يقربنا منه اللهم أمين ونرحب بكم ونستقبل اتصالاتكم على الجوال 0501-78-55-36 بداية نستقبل هذا الاتصال من الأخ محمد من الرياض تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا ربع بخير سؤالي يا شيخ الله يعافيك كانت لدي مستحقات لدى البنك مقدرة حوالي 5000 وشوي مكسور نعم. تقريبا نعم وبعد المطالبه بها تم ايداع المبلغ مرتين في حسابي ان يعني ان الحواله واستحقاقي جاءني مرتين بالخطا من البنك اي ان الحواله الثانيه ليست من حقي نعم والموضوع له سنتين واكثر انتظرت من البنك خصمها من حسابي ولم يفعل وتم الذهاب لهم في مقرهم الرئيسي لاعطائهم المبلغ ورفضوا قبولها يدويا وتم التواصل مع البنك بريديا ولم يتجاوب مع طلبي ما المفترض علي فعله بعد هذا كله علما انه لم استخدم المبلغ ولدي كل هذه الفتره وهل يجوز التصدق بها لاخراجها من ذمتي وشكرا لكم واضح سؤال يا شيخ لا يقول يا شيخ بارك الله فيكم انه كانت لي مستحقات لدى البنك وبعد المطالبه بها تم ايداع المبلغ مرتين اي ان الحواله تدبلت في حسابي أي أن الحوالة الثانية ليست من حقي والموضوع له سنتين وأكثر انتظرت من البنك خلاص عرفت واضح نعم بعد عرفت يسأل يقول بارك الله فيكم يعني هو الآن يريد منهم أن يأخذوه وما وجد أحد يستقبله أحسنت في البنك دائما قسم اسمه المسؤولية الاجتماعية نعم لو راح وعطاهم إياه وقال هذا أحيل إلي غلط وما حد قبله خذوه ضعوه في المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالبنك إن شاء الله يأخذونه ويرتاح منه نعم نعم بارك الله فيكم أيضا ننتقل إلى اتصال آخر معنا أم فارس من الطائف تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت أنا بسأل الشيخ أنا جاية زيارة للطائف لمدة 3 أسابيع. أي نعم. ونويت الزيارة هذه إني أعتمر في مكة، بس ما أدري هل يجوز إني أحرم من الميقات حق أهل الطائف وأنا ماني من أهلها أو لا؟ تقول بارك الله فيكم أنها متواجدة بالطائف منذ 3 أسابيع، هل يجوز أن نحرم من ميقات أهل الطائف؟ أي نعم، هي الآن من أهل الطائف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة تحرم الآن من ميقات أهل الطائف إن شاءت من وادي محرم ليمر على الجبل وإن شاءت من وادي السيل اللي ينزل من مع شمال مكة من عند الجعرانة والشرايع نعم أحسن الله إليكم أيضا من الاتصالات أبو محمد من جازان يقول بركة تفضل السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عندي قطعة أرض أخذتها للسكن والآن لها فترة معي على بالي إني سكن للأولاد في نفس الوقت أقول إذا جتني قيمة حلوة طبيعها يعني أنا أخذتها للسكن ليس للتجارة أو هذا السؤال الأول السؤال الثاني أنا أنقل معلمات وأداهم يوميا
يعني 185 كيلو. 185 كيلو، هل يجوز لي الجمع والقصر؟ نعم. السؤال الأول يا شيخ، قطعة أرض عنده للسكن، حاطها للسكن، لكن يقول إذا جاءت قيمة أبيعها هل عليها زكاة؟ لا، ما دام أنه يريدها للسكن. أي نعم. فهي ليس فيها زكاة، الزكاة في التي يشتريها بنية الربح. ما شراها يبي يسكن، لا، ولا يبني استراحة، ولا يبني عماير يأجرها، لا، شاريها قصده الربح. فإذا اشترى أرضا يقصد منها أن يبيعها بربح فهذه فيها زكاة. أما إذا اشتراها للسكن أو للبناء عليها استراحة، أو اشتراها يعني يريد أن يبني عليها عمارة ويبني ويبيع بعد ذلك العمارة، فهذه فيها شو اسمه، يؤجر العمارة، مو بيبيع العمارة، التي يريد أن يبني عمارة ويؤجر العمارة، هذه الأنواع الثلاثة ما فيها زكاة. لكن الزكاة في أمرين، الأمر الأول أن يشتريها ليبيعها، نعم، والشيء الثاني أن يشتريها ليبني عليها ثم يبيعها. هذا الصنفان فيهما الزكاة. السؤال، نعم، الآخر، ينقل معلمات يوميا إلى المدارس مسافة 180 كيلو، أثناء الرجوع يدركهم الظهر بالطريق، هل يجوز الجمع والقصر الظهر مع العصر؟ هذا محل خلاف بين العلماء. أنا عندي ما يجوز، لأنه يرجع في يومه. أي صح. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يخرجون من المدينة، اللي يرعى أغنام، واللي يجيب حطب، واللي يحش للبهايم حشيش يجيبه، وكان كل هؤلاء لا يقصرون ولا يجمعون. نعم. معنا اتصال أيضا، عبد القادر من جدة، حياك الله. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سم، تفضل. حياكم الله شيخ عبد الله. سؤالي طال عمرك. مرحبا ومسهلا. في الصيدلية يباع علب للتيمم ما فيها غبار واضح يا شيخ، يعني ما حكم استعمالها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا معاق، هل يجوز لي أتيمم؟ الحقيقة يعني ما أستطيع أني أقوم، وأحيانا ما يكون في أحد يساعدني عشان أتوضأ بالماء، فهل يجوز لي التيمم أحيانا؟ طيب، يسأل يقول أنه هل يجوز التيمم، ما حكم استعمال علب التيمم التي تباع في الصيدليات؟ جيدة، هذه العلب اللي تباع في الصيدليات هذه جيدة ونظيفة، ويحسن استعمالها خصوصا للمرضى واللي في البيوت ما يستطيعون الوضوء، يستعمل لأنها أدوات مجهزة ونظيفة. نعم، يقول أنه معاق، هل يجوز لي التيمم أحيانا؟ هذا مبني على مشقة الوضوء. نعم. إذا كان الوضوء يشق عليه يجوز له التيمم، وإذا كان الوضوء لا يشق عليه فلا يجوز له التيمم، لأنه واجد الماء. من وجد الماء وأمكن استعماله لا يجوز له التيمم. أما من لم يجد الماء أو وجده ولم يتمكن من استعماله فإنه حينئذ يجوز له التيمم. نعم، بارك الله فيكم. متواصلين مع اتصالاتكم، ومعنا هذا الاتصال، منيرة من أبها، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، أنا حابة أسأل، أنا رحت مع زوجي مكة، هو ناوي عمره وأنا كنت حائض، وهو وصلنا الإحرام وقال لي ما رح نطول أكثر من يومين، وأنا بس بجاي الحج بيومين، فحجت الحج 3 أيام أو 4 أيام. لما وصلنا مكة جلسنا في الحرم أكثر من 3 أيام وطهرت، فأحرمت من الفندق وتمام، هل عمرتي صحيحة؟ تقول الشيخ بارك الله فيكم أنها ذهبت إلى مكة ومع زوجها، تقول أنا حائض ولم أحرم، لأن زوجي كان ينوي أن يبقى في مكة لمدة 2 يومين، ولكن بعد وصولنا مكة قرر أن نبقى أكثر وطهرت وأنا فيها، فقمت بالإحرام من الفندق وأديت العمرة، هل عمرتي صحيحة؟ العمرة صحيحة لكن ناقصة، لأنها أحرمت من غير الميقات. أي صح. وهي لو أنها خرجت إلى مسجد عائشة أو إلى الحل وأحرمت كان ما على شيء، لكنها أحرمت من الفندق جنب الحرم. أي صح. أحرمت من منطقة الحرم، فحينئذ عليها دم، لأنها تركت الإحرام من الميقات.
نعم أحسن الله إليكم يا شيخ، ونبقى مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مجددا ومتواصلين معكم ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق. شيخ عبد الله، من الأسئلة التي وصلت إلى جوال البرنامج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ ذلك من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. يسأل يقول: ما معنى هذا الحديث، وهل يدل على مشروعية المداومة على صلاة الضحى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا الحديث يا أخي في شكر النعمة. نعم. الإنسان فيه 360 مفصل، السلامة هو المفصل، وقيل الأعضاء العضو، وكل مفصل له ضريبة شكر. يعني العافية في هذا المفصل لها جزاء شكر يقدمه العبد في يومه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يصبح على كل سلام، على كل مفصل من أحدكم صدقة، ضريبة، ضريبة الشكر هذه النعمة العظيمة. فكل تسبيحة صدقة، سبحان الله صدقة، الحمد لله صدقة، ولا إله إلا الله صدقة، وكل تكبيرة الله أكبر صدقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وكلمة الطيبة صدقة. فالصدقات كثيرة تغطي 360 نعم. اللي هي لا 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 الضريبة اليومية. نعم. علمت؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ليه؟ لأن المفاصل كلها تتحرك، سبحان الله، في الركعتين تقوم ثم تركع ثم تسجد ثم تجلس بين السجدتين ثم تسجد ثم تقوم، فالمفاصل كلها تؤدي الشكر لله، لله تعالى في على النعمة في هاتين الركعتين. وهذا الحديث دليل من أدلة سنية صلاة الضحى وفضلها. صلاة الضحى يعني لها فضل عظيم، هذا الفضل يتجسد في أنها تقوم بجميع الصدقات 360 صدقة. طيب السائل يقول: هل يدل على مشروعية المداومة؟ هو المداومة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم، لكنه أمر ثلاثة من الصحابة أن يداوموا عليه. نعم. النبي كان هو صلى الله عليه وسلم هو كل شيء في الدولة، هو رئيس الدولة، وهو الوزراء، وهو السكرتارية، وما عندك ما عنده مثل التنظيم الآن اللي موجود، قليل جدا كان الذين يساعدون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يشتغل عنها، وشغل النبي صلى الله عليه وسلم أهم منها لأنه مع الناس، فلذلك كان يتركها أحيانا. لكنه أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر، أوصى كل واحد منهم بوصايا ركعتا الضحى، وأوصاهم بصلاة صلاة الوتر، وأوصاهم بصيام ثلاثة أيام. نجي للوصايا الثلاث، هل قال أوتروا بعض الأيام اتركوا؟ لا، هل وتر يوميا؟ نعم. طيب الثلاثة أيام كل شهر هل قال لهم اتركوها في بعض الأشهر؟ لا، هي دائما. لماذا إذا جينا على الضحى نقول اتركها بعض الضحى مثل هذه؟ لا تتركها يا أخي، ما دمت قادرا لا تتركها. وصايا النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن صلاة الضحى سنة يومية. نعم.
نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا نستقبل هذا الاتصال. أبو طارق حياك الله من مكة المكرمة، تفضل. الله يحييك. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيك بالخير يا رب العالمين. الله يحفظك ويوفقك. آمين يا رب العالمين. يا شيخ ما أطول عليك، أنا شخص متقاعد ومتزوج، عندي 3 حريم، فصار من حرمتي الأولى وأولادها يعني علي منعوني، ما يشوفوني ولا يكلموني، مسوي لي حظر الجوالات ولا يستقبلوني، ولا كبرتهم وظفتهم وزوجتهم ما خليت ولا شيء، والحين تعدولي، فما الطريق يا شيخ؟ إيش أسوي فيهم؟ ما قصرت والله بشيء معهم، سويت لهم كل اللي يبغون. بس لا، في شيء ما سويته. نعم. مفتاح قلوبهم ترى هذا العجوز أمهم. والله أمهم ما تبغاني يا شيخ. إيه هذا الإشكالية يا شيخ. أمهم الآن هي المرأة الكبيرة. وانت يمكن انك يوم خذيت الصغيرات انك قصرت. والله ما قصرت، يشهد الله. اسمع جعلك في الجنة عاد، خلنا نحسي. نعم حسي. نعم على راسي. فهمت؟ فأنا نعم. أقول لك اصبر وتجاوز وعف، ولا يعني لا تأخذ في نفسك على خصوصا الصغار البنات، ترى البنات يفزع لأمهن، والآن يرون أنك الآن ظالم وأنك مقصر في حق أمهم. وترى شوف كل الناس اللي أنت عامل معهم، أنا وأنت والمستمعين، تراهم يعدون السيئات ولا يعدون الحسنات. يعني هم الآن حافظين أخطائك ومعروفك، هاللي بذلته وتعبت عليهم سنين طويلة مستعدين يضيعونه في أدنى سبب. فأنا أقول لك يا أخي، أول شيء خل تعاملك معهم من أجل الله. الشيء الثاني، أنت أعقل منهم وأوسع صدر منهم وأعلم بالعاقبة منهم، وترى هذا رعيتك، يعني هم رعيتك، أنت إذا فرطت فيهم جلست بدون رعية. صحيح. فأنت يا أخي اصبر عليهم وتقرب منهم، وخلك أيضا يعني لا تصير مرة في ديهم، ولا تطيعهم في معصية الله، ولا تطيعهم في التقصير بحريمك الأخريات. لا، أنت اسمع منهم وتقرب منهم، وغض الطرف عن كثير من الأشياء اللي تجينهم ما كأنك تسمع. الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا عصر ما يصلح فيه إلا التغافل. ولذلك أيضا قيل لأحد العلماء، واظن الشافعي من أجود الناس، من أحسن الناس، من أذكى الناس، قال الفطن المتغافل، اللي يفطن ويتغافل، مو بالمغفل، لا مغفل مسكين، لكن اللي يفطن ويتغافل هذا أذكى الناس. فأنت يا أخي مع أولادك وسع بالك وتراهم رعيتك. ونضرب لك المثال الآن، الواحد إذا أسرح بالغنم وخصوصا المعزة وطلع عن واحدة منه واحدة منه واحدة منه، إن كان الصبر عليهن ولملمهن شوي وقربهن فهم بيجتمعن عنده، وإن كان صار كل من راحت تتركها ولا رمها بحجر راحوا وتفرقوا عنه وتركوه وخلته. نعم. أنت الآن يا أخي اصبر وسيجعل الله العاقبة لك، وأحلم عنهم وتجاوز. ترى أغلب الصغار وخصوصا البنات مع أمهم ويصدقونها في كل شيء، ومستعدين على طول يقصرون في حقك، بل بعضهم مستعد يجي في وجهك ويقول أنت ظالم، أنت مسوي كذا، ولا يسمع منك، ليتهم بس يسمعون منك. لا خلاص، هم معبا في رأس الشيء يجي على طول وينفجر، لكن بالحلم والصبر ينال المطلوب. الله تعالى يقول للرسول واصبر وما صبرك إلا بالله. إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطي المؤمن عطاء خيرا ولا أفضل من الصبر. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. ونعود إلى اتصالاتكم أيها الإخوة والأخوات. معنا أبو سعود من مكة المكرمة، تفضل.
أبو سعود. نعم نعم. تفضل، معك الشيخ عبد الله المطلق، تفضل بالسؤال. أنا طال عمرك عندي سؤال، أني حجيت. أي نعم. ورميت يوم 11 الساعة 8. أي نعم. ورميت يوم 12 قبل صلاة الفجر لأني متعجل، فلا أدري هو رمي جائز ولا كما هو جائز وش ترتب علي. رميك يوم 12 مو بجائز لأنك رميت قبل الفجر، والذي يترتب عليك دم تذبحه في مكة لفقراء الحرم. واضح؟ شكرا شكرا، الله يحفظك ووفقك. جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتك. وأنت أخي جزاك الله خيرا، وجزا الله إخواننا القائمين على هذا البرنامج خير، وجزا الله إخواننا المشاهدين والمشاهدات خير. وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء وعضو والمستشار في الديوان الملكي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم